لا عجب، لا دهشة أو غرابة، فكل ما في العراق جائز تحت عناوين السلب أو السرقة، ولحم الفقراء مستباح في أي مكان وزمان. يجوز هذا وأكثر عندما تدخل أفلام السينما الهوليودية على شكل قصة حقيقية بطلها منظمات إنسانية ألبست أكثر من 400 عراقيا ثوب الدعم للفقراء عام 2015، ليكتشف المشمولون بالدعم أنهم مطلوبون للمصارف بسداد القروض. وبالصوت والصورة تكون الحكاية أكثر صدمة، والعراقي هو الضحية. فقيرة متعففة جت تساعدها، فأخذوا المستمسكات مقابل هذا ينطون كل عائلة، كل شخص أو عائلة ينطونهم 100 دولار. ورا فترة ينطوهم على 100 دولار، راحت الشغلة مساعدات إنسانية. بال2019 خابروا مركز العروبة عليكم مبالغ مالية بالمصرف تروح تسددونها أنه ماخذين قرض. لم تتوقف السرقات أو البوغات عند حد الاعتداء على أموال الأغنياء، بل حتى أن فقراء العراق هم وقود الفاسدين، أو قل إنهم متنفذون لا ذمة لديهم أو رحمة أو ضمير، يسرقون جيب العراقي ولو لم يملك فلسا واحدا. ومن شدة المصيبة تضحك قهرا على حادثة ينشرها العراقيون قهرا تحت عنوان ماكو هيج دقة ناقصة، والأكثر نقصا عندما يسلب العراقي المحتاج بحجة المساعدة. يعني كلكم 25 جاني بلاغ مركز مارح بلغوني على مركز مارح.